مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله حمدا كثيرا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم مشاهدينا وبصحبة شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن في هذه الحلقة من برنامج فتاوى. أهلا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، الإسلام شرع جملة من الأعمال الصالحة والعبادات التي تهدف إلى تحقيق أهداف عظيمة في نفس المسلم وفي حياته، فهي تزيده قربا من خالقه وتقوي علاقته به، كما تساهم في تنقية قلبه وتطهيره وتزكية نفسه. وأيضا لجميع العبادات معاني مشتركة فيما بينها، بيد أن لكل عبادة معنى خاصا تنفرد به دون غيرها، ومنها عبادة الحج التي تعد من أكثر العبادات التي تنمي في نفس المسلمين تعظيم حرمات الله وشعائره، كما تعلي من مخافة الله وخشته، وتربي المسلمين على الصبر والرحمة وغيرها من الأخلاق الكريمة. اليوم سيكون موضوع حلقتنا عن الحج، ونعلم أن موسم الحج قد بدأ وأن الوفود قد وصلت تباعا إلى الأراضي المقدسة. أرحب بك يا شيخنا في البداية وأقول كل عام وأنت بألف خير. الله يبارك فيك. نتكلم اليوم طبعا عن الحج. نعم. المفهوم العام في البداية نتحلم أنا يعني نشرح المفهوم العام للحج. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحج هو في الإسلام مؤتمر عام يجمع عدد كبير من العلماء من جميع أنحاء الدنيا، يجتمع في مكان واحد، يؤدي عبادة في زمن واحد، ذات الدلالة على ترابط المسلمين وتعاونهم، ويعتبر مؤتمر عام يتفاهموا فيه بما بيناتهم. شو الحج دي يجوا من جميع بلاد الدنيا. أي بلد في الدنيا دي، دولة في العالم عندها ناس في الحج، حتى بلاد الغير مسلمين. يعني جاليات الغير مسلمة ويجي حجوا. هذا يعني مؤتمر عام كل سنة. يتفاكروا مع بعض، يتعاونوا بعض، تشوف أشكال ألوان من مخلوقات ربنا. ناس طوال، ناس قصار، ناس لغة متعددة، كل يجتمع في مكان واحد، يأدوا فريضة في زمن واحد، دلال على وحدة المسلمين وترابطهم وتعاونهم وإخاهم، دلال على وحدة الخالق المبدع سبحانه وتعالى. نعم. الحج طيب كعبادة؟ أيوة، طبعا ربنا فرضه. نحن قواعد الأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. دي أركان الإسلام الخمسة. والحج يعني فرض عين على كل مسلم استطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واللي استطاع فسر العلماء بالمقدرة المالية والمقدرة البدنية. يكون عنده المقدرة في جسمه يقدم مناسك الحج على الوجه الأكبر، الطواف، السعي، رمي الجمرات، بقوة بنفسه. كذلك يكون عنده مقدرة مالية، ما يمد يده يتسول يشحد. يكون عنده كفاية من المال يوديه بتكلفة السفر، أكله وشرابه وسكنه لغاية ما يراجع. وكمان يخلي لأهل هنا ما يكفيهم لغاية ما يراجع ليهم. ده المستطيع. نعم. طيب نتكلم أيضا شيخنا عن تفاصيل أكثر عن الحج وأنواع الحج وكذا، ونشرحها للناس، لأنه أكثر الناس الآن متوجهين بيمشوا للمدينة في الموسم الأول، وفي ناس بيجوا بعد المدينة بيجوا لمكة، وأيضا في ناس بيمشوا مباشرة إلى مكة المكرمة. نعم. الحج والحج عنده أربع أركان. الركن الأول الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث السعي الطواف بالبيت. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. دي أركان الأربعة. وبعدين عنده واجبات، من واجباته الإحرام من الميقات. وكل ما بناس بلد ربنا حدد لهم مكان يحرموا فيه. الناس جاي من المدينة المنورة السودانية، مشوا أي ذو مش المدينة أولا محل إحرام أبيار علي اللي هي ذو الحليفة على بعد 5 كيلو من المدينة المنورة. أما الناس مسافرين من السودان رأسا لمكة، محل إحرام جدة أو مطار جدة أو من جدة، كما طلعت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي. أما الأركان اللي هي الحج، اتفق كل العلماء على أن يصح الحج بأي وجه من الأوجه الثلاثة المشهورة: التمتع، القران، الإفراد.
أداء كل ذول حج بواحدة من الثلاثة. دي هي النواة النية يعني. لا ينوي بحاجة معينة. طيب حنجيها دي اللي هي الثلاثة ديلا يصح الحج بهم. نشوف التمتع. التمتع هو ذول يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج اللي هي شوال ذو القعدة ذو الحجة. لو عمل عمرة في رمضان ما بنقول له متمتع. لازم يعمله في أشهر الحج. يبقى ينوى العمرة أولا يؤدي مناسك العمرة. بعد ذاك يحل يتحلل منها. بعد ذاك يوم السابع او الثامن من ذو الحجه من داخل مكه يحرم بالحج. ده اسمه المتمتع. بعد ذاك يوم العيد عليه ثلاثه حاجات. يرمي جمره العقبه نمره واحد. بيحلق يقصر نمرتين. يطبح الهدي. والهدي ممكن يوري الثمن للبنك الموجود هناك. والناس البنك منهم يريد يطبعوا حواء ويرسلوا له بلاد المسلمين. ده المتمتع. أدى الحق العمر أولا تحلل منها بعد أدى الحج. القارن هو اللي بيقرن الحج والعمرة يأديها بإحرام واحد في زمن واحد. ده برضو يوم العيد عليه ثلاثة حاجات. رمي جمرة العقبة الحلق أو التقصير ذبيحة الهدي بتاعه. من ده ما بيطلع الإحرام أصلا. ده أي ما يطلع الإحرام حالي من ما أحرم ما بيشكوا إلا يوم العيد. أنا جي للقاء المفرد. المفرد هو اللي بيحرم بالحج اولا. بعد ما يند مناسك الحج رابعه العيد ثالثه العيد يؤدوا العمره. وده ما بيلزم هدي يوم العيد. يكون وفر حق الخروف. طيب افضل ان ياتوا في الثلاثه دي. اختلف العلماء. بعضهم قالوا التمتع افضل. بعضهم قالوا الغران افضل. بعضهم قالوا الافراد افضل. طيب السؤال الحج الرسول هل الحج مفرد غارن متمتع؟ ما قدر يثبت لغاية هالساعة. ما يعرف الرسول حي متمتع ولا غارن ولا مفرد. لكن كلهم اتفقوا يصح الحي بأي وجه من الأوجه الثلاثة المشهورة. تمتع، الغران، الإفراد. طيب الناس اللي بيمشوا مكة بدري ديل الأفضل له شنو عشان الواحد يتجاوز يعني ما يكون يدخل في خطأ؟ أفضل طبعا الناس السودانيين اللي بيمشوا بدري بيمشوا المدينة أولا. يقعدوا سبع خمسة ستة يوم سبع يوم في المدينة المنورة. بعد ذاك يتحركوا من المدينة يحرموا من أبيار علي اللي ذو الحليفة على بعد خمسة كيلو من المدينة ويجي داخلين مكة محرمين يؤدوا مناسك الحج. أما الناس المدينة طبعا بتكفل قبل الحج قبل العيد بكم يوم كده. السعودية يكفلوها خلاص. تاني إلا الزيارة للمدينة إلا بعد الحج. الناس المدينة قفلت المدوم يقوم من هنا طوال يمشوا من جدة في مطار جدة يحرموا بالحج ويدخلوا مكة. يأدوا مناسك الحج. بعد ذاك رابعة العيد أدوا مناسك الحج كلها يودون المدينة يأخذوا أيام في المدينة. من المدينة يسافروا طوال للسودان. طيب بالنسبة للناس المفردين دي لأنه قلت لك بيكونوا قاعدين فترة طويلة جدا بإحرام ولابسنه. الأعمال الممنوع منها شنو وكفر عنها؟ طبعا الناس ذول ما اللي طلع من المدينة قال أنا بحج غاري. أول جاء في ذو الحليفة يدخل المسجد يصلي ركعتين. طبعا يجهد من المدينة يستحم ويلبس ملابس الإحرام من المدينة. من السكن. أي من السكن. ويشيل ويجي عشان هو الإحرام أبيار علي والحمام هناك لكن زحمة شديدة. نحن نوصل الحجاج إنك من المدينة تستحمى وتلبس ملابس الإحرام لكن ما تحرمت اللي ما تنويه. أي ما تنويه. جيت أول حاجة في ذو الحليفة دخلت المسجد صلي ركعتين. اللهم إني نويت أداء مناسك الحج قارنا. اللهم يسره لي ويسره لي وتقبله مني. لبيك بحجة وعمرة. هنا قارن. لبيك بحجة وعمرة. تواصل التلبية. من الحين أصبحت محرم بالحج قارنا. يحرم عليك كما ورد في الآية دي قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني ما دام نويت الحج ثلاثة دل تمتنع منها. الرفث قالوا هسر العلماء الونس الدقاق مع الزوجة زول الزوجة معه ما يتونس معه ونس الدقاق كد خالص حتى ما يقعد من جنبه في كرسي واحد ولا حتى كان في الحي ما يضرب على التلفون يتكلم معه إلا لا ضرورية خالص. هذا أداء الرفس الكلام الدواق مع الزوجة. برضو قالوا الرفس الكلام البذيء كلام الفافي وفحش. فلا رفس ولا فسوق. الفسوق اللي هو الشتيمة والقطيعة والغيبة والنميمة والكلام في حق الناس. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال معناته زول يتغلط مع الزملاء
نفطر فول لنا فطور عدس ناكل فول نفطر عدس نتغلط او المغالطه مع السواقين او مع الامير بتاع الحي يبقى دول التزمة. بعدك لاحظ ان الثلاثه ديل بيقوم بيهم منو؟ اللسان. الرفس اللي بيقوم منه اللسان. الجدال اللي بيقوم منه اللسان. كله كله لسان. عشان كده الحاج ما عنده معصيه يتعرض ليها الا اللسان. الزول الحاج ده لو التزم بلسانه ده تحكم في لسانه ده وشق اللسان ده في ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اول حي يرجع برصيد عظيم من الحسنات ويكون حجه تمام. نعم وده موسم شهر كامل. لا فالحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايوه يعمل حساب بعدين المعصيه في مكه تزيد الثواب يزيد والمعصيه تزيد. يعمل حساب. نرجع للموضوع ده ثاني. ناخذ اول حاجه معنا سحر من مدني. يا مرحبا. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف تمام؟ الحمد لله خير. تفضلي. ممكن اسال الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ انا بزعل دائما اموري معقدة شديد. اي حاجه يعني اكل لو داير شغل ما بلاو لو دخلت يعني في تجاره بخسر. يعني انا يعني بعتبرها امتحان من رب العالمين لكن كيف الزوج يصبر عليها؟ جدا. اي حاجه يعني اي حاجه انا امسكها تتعكس علي. الامور كلها يعني معكسه. نعم نعم. طيب عندك سؤال ثاني؟ خلاص اسمع دي نصائح كويسه يديك لها الشيخ ان شاء الله نصائح مهمه جدا. يعني قالت انه ناس كتار زي دي يعني يقول لك والله انا اموري ما قاعده تظبط تمام عندي مشاكل في الشغل يعني كذا يعني كذا هذه تكثر من الدعاء والتضرع الى الله تكثري من حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل تكثر منها في يوم 10 20 30 50 كذلك لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله برضه تكثري منها. بعدين تكثري لما تقول اللهم لا سهل إيه لما تبدا العمل تجاره في حي انت كنت بتخسر في التجاره ما بتمشي لما تبدا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وان شئت تجعل الصعب سهلا. برضو كمان في الدعاء ديل تفريج الكروب والهموم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لدعوه الزنون. كذلك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوه المضطرين ويا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. زولك كان علي جبل من دين ربنا يسدده. أين عيدوا تاني عشان تحفظوا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا سلام. ان شاء الله وضحت لكم ان شاء الله ربنا يسهل امورك يا اختنا سحر من مدني. ناخذ معنا ايضا محمد من شرق النيل. مرحبا يا محمد. معذره محمد التلفون قطع ان شاء الله يرجع لنا ثاني. طيب نحن بدينا نتحدث ونشرح الكلام عن الحج القارن. الان عندنا الافراد. طبعا الزول لما يدخل مكه وهو يعني محرم عليه اشياء يبعد منها غير الكلام اللي نبهتنا عليه. يعني لو مثلا لو حلق الشعر كذا بعض الاشياء. هنا طبعا الزول لما يحرم بالحج ممنوع يعمل اي حاجه من الطيب. اي نوع من الطيب ما يستعمل. نمره اثنين ما يستحمل بصابون الحمام. ممكن اذا اضطر حتى المالكيه قالوا صابون الغسيل لانه ممكن يقتل الهوام. يستحمى ب يعني بالموي كذا ساكت. او يضطر بصابون الفنيك. لانه ما في ريح. بعدين ما يحلق اي شعر خالص. ما يقطع ظهور خالص. ما يغطي راسه خالص. اي ده القارن ولا كل محرمين بالحي. اي ذو الاحرام. اي زول محرم بالحي قارن متمتع يحرم عليه الحاجات دي تنع منه. ويتحكم في لسانه ده خالص ما حتى كان زول اساليه وما يرد عليه الا بالكلام الطيب. لكن المتمتع لما يدخل مكه ويتحلل من العمره ممكن هذا ممكن احلق يستحمى بصابون يشرب ما يتحلل لحد ما يجي يحرم ما يحرم ثاني لحد ما يحرم بالحج. ايوه. طيب نحن يا جماعه الان كثير من الناس لسه ما مشوا مكه ودارين يقوموا يا داب. شنو الشيء اللي بيعمل الانسان قبل ما يبدا؟ ايوه اول حي يعمل النيه الخالصه لله انا ماشي احج ايمانا واحتسابا. ايمانا بان الله فرض علي الحج وانا مستطيع. احتسابا ماشي احج داير الاجر والثواب من عند الله
ودار يتحقق فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الثاني: من حج لله فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. نظيف من الذنوب، هذه النية الخالصة. نمرة اثنين: يكون مال المشي حجي بمال حلال، ما استطاع ما يمشي بمال فيه شبهة. نمرة ثلاثة: إنه مهنة يعني يتوقع إنه ماشي لجهاد يتحمل يصبر. نمر أربعة: يتصالح إذا كان عنده خصومة مع أرحامه مع جيرانه مع زملائه في العمل، لازم يصالحهم قبل ما يتحرك عشان يصفي قلبه نظيف. لأنه لو مشى مخاصم زول من أهل ما يضخ حلبة الحي. هو يطب البيت إبليس يجيب له المشكلة، ينقل مكان الحدث الحصل. زنون كيف يقول لك ما هو غلط، أنت ما غلطان، أنت سويت لي شنو؟ كل الشريط يجيبه لك، كل الشريط يجيبه لك. أقفل الباب، دخل بينك صالح أي زول، تعفي منه ظاهرا وباطنا. ما زي بعض الناس يقول صالح ولكن البطن خمران، لا ما بينفع. أي صار ظاهر عفيت وتعفي ظاهرا وباطنا، أتعافي. بعدين توصي أهلك من هنا، كان أنا مت في الأراضي المقدسة ما تجيبوني تدفنوني هنا، أدفنوني هناك. بعدك كان عليه ديون، يوصي عليه ديون، عنده برضه وصايا وصيها. أنا عندي أسهم في شركة الفلانية، عندي قطعة أرض فلانية، يكتب وصيته يمكن يموت هناك. ده كل يعمله أهل لما يتحرك من هنا يركب الطيارة عادي، ينسى أهله جد. زي أخواتنا المسلمات ما تقول لي إذا تتعشى شنو ولا تسوي شنو، جمل المدرسة ما مشي المدرسة أقطع صلة الكت مدة شهر كامل. الزول ما يتحرك مهن، لقيت ما يقرع بيته ما بيزيد من 30 يوم. أيوة. في 30 يوم دي أنسى أهلك، تفرغ لك كده. أنا نجي في النقطة دي ونأخذ أم أحمد عشان ما تقطع معنا. أم أحمد، ألو. مرحب. ألو. يا مرحب. دايرة نعم تفضلي. الو هاي معاك نحن يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف تمام؟ الحمد لله. كيف تمام؟ الحمد لله بخير. كيف تمام؟ نحن سامعينك يا ام احمد، بس انت اظن سامعانا من التلفزيون، ارجو انك يعني تسمعينا من التلفون. نحن الكلام ده بنقوله طوالي. الو معزل نحن يعني ام احمد ما قادره تسمعنا كويس، ونحن ما قادرين نسمع كويس لانه هي فاتحه التلفزيون واظنه كمان معها اطفال. بنعتذر وبننبه للساده المشاهدين انه يا اخي الواحد لما يجي يتصل علينا ارجو انه يكون بعيد شويه، ما ينتبه لانه هو داير يسمع صوت من التلفزيون. ما فرقت الحكايه دي، نحن هو بيسمعنا من التلفون وبيكون صوتنا واصل له يعني. عشان كده افتكر انه ما في داعي ان الواحد يفتح التلفزيون عشان يسمع صوته، ودي بنكررها طوالي في كل حلقه. يبدو انه الناس ما عارف ما قادرين يركزوا معنا كويس. لكن عموما نرجع للقصه الجميله اللي بتسرد فيها انت انه زوج قبل ما يمشي أيوة ركب الطياره ويودع الناس ويعافيهم. يودع الناس، ينسى اهله ويصالح اهله ويوصي اهله ويتحرك، وفي ما يركب الطياره ما في ونسي ما في كلام ثاني، وفي التليفون ده زول يقفل خالص. لكن اول حاجه بيعملها في المطار الزول بيمشي يشتري شريحه. اول حاجه على الشريحه دي معليش تضرب تليفون لاهلك الولاد طيبين سالمين كله تمام كله تمام مع السلامه. يلا. لكن ونسي وقعد ما في خالص. اي بس تطمنوا بس انه وصلت منه تمام، نحن كويسين في حته الفلان، انت كويسين تمام الولاد تمام ما يمشي مدرسه تمام عشان ما تضيع الوقت. ده وقت ثمين، هاي وقت ثمين مع السلام. اهدا ما بعدك ما يفتح تليفون لاي حاجه الا حاجات الضروريه. خالص دول شغال في شركه في هنا والتجاره ماشي كيف والعمل ماشي كيف ده تنسكت. اي اقفل التليفون ده خلاص تبع منك تتفرغ للعباده كلها 30 يوم عشان تاخذ ثواب عظيم. دايح الحج الرسول عليه الصلاه والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وقالوا الحج، عرفوا الحج المبرور. قالوا الحج المبرور هو الذي لا تخالطه معصية. لا تخالطه معصية، من مشى من هنا لقيت مراجع ما ارتكب معصية كبيرة ولا أصر على صغيرة. يبدأ حج مبرور. كده نفسر المعاصي دي قدر شو شنو قال لها المعاصي، معناته اللي هي أكثر المعاصي بعرض عليها اللسان، آفات اللسان. الغيبة، النميمة، الكذب، دع الناس، شتمت الناس، الإساءة للناس، بس شغل اللسان. لأنه ما في خمرة يلقى قدام عشان يشرب. أيوة. ولا في قروش هملي يلقى قدام عشان يشيل. ما في ذنب يقابله. إلا كلام. إلا كلام. بس لو الزول يتحكم في لسانه ده حق ما إن شاء الله ربنا يسهل الأمور. معنا معزة من الجزيرة، مرحبا يا معزة. أنا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. نعم تفضل يا معزة. من ذات إلى الله ولا شيخ. نعم تفضلي. والله هو الشيء عندي مشاكل معاه كثيرة كثير. عندك شنو؟ عندي معاه مشاكل. مع زوجك؟ نعم. مشاكل ده طوال متكررة يعني؟ والله متكررة على طول. وانتوا هسه قاعدين مع بعض ولا مطلقين ولا الحاصل شنو؟ والله كم مرة يعني اتطلقنا بيكون ما في زوج. ايوه. ولا عندك يعني. عندك منه اولاد؟ لا لا ما عندكم اولاد يعني انتم عرسان جداد ولا؟ لا ايوه في بدايه الطريق يعني لسه. طيب سؤال الثاني انتم يا داف في بدايه حياتكم الزوجيه يعني ولا؟ يا داف في بدايتها يعني. ايوه ايوه ماشي. طيب السؤال الثاني شنو؟ والله عايز اعرف راي الدين فين؟ مشاكلنا يعني على طول والله العظيم. نعم؟ مشاكلنا على طول كثيرة. آه. هو زول ملتزم بيصلي ويخاف الله فيك يعني كده وقايم بدوره. والله الصلاة قطيعة. قايم بواجباته تجاهك ولا ما قايم بيها ولا بس هو الكلام ده؟ والله من ناحية التي والشرب ده مقصر مني. بس الكلام هو المشاكل الثانية دي. خلاص. بس المشاكل أظن سبب. نعم انت بتسالي راي الدين والطلاق ده على طول. خلاص خير ان شاء الله. الشيخ سمع كلامك ان شاء الله ويرد لك اديك نصيحه ان شاء الله. هذا نصيحه طبعا موضوع ده موضوع اسري يعني تشوفي مع اهلك تكلموا اهلك واهله تختاروا نفرين من اهلك نفرين من اهله تقعدوا يحلوا مشاكلهم معه شوف الغلطان فيكم منه يمكن هي غلطان يمكن هو غلطان يبقى المشكلة دي بيحلوها الأسرة مع بعض تكلم أهلك نفرين ثلاثة من أهلك نفرين ثلاثة من أهله وتجي تجتمعوا تشوفوا عندي مشكلة مع زوجي تعال حلوها لينا أيجي الأسرة دي يجتمع يناقشوا الحاصل شنو بيناتكم هي تتكلم كلامه هو يتكلم كلامه بعدك في النهاية إن شاء الله يتوصل إلى صلح بيناتهم ده الحال. ودي قاعدة تتكرر كثير شيخنا الحاجات دي يعني الكلام في المعيشة ودي كلها رب سبحانه وتعالى الرد السليم يهودا. نعم. نعم طيب نحن الآن قلنا وصلنا بقينا ثاني جزئية ثانية اللي هو الحج قلنا المفرد والمتمتع المتمتع تكلمنا عنه تكلمنا عن المتمتع والقران. طيب طيب نحن الآن وصلنا مكة والناس طافوا وكذا وخلاص المتحلل تحلل من العمرة والمفرد والناي والقارن قاموا يعني ملتزمين بإحرامهم. يوم التروية ما هي الأعمال يوم التروية؟ طبعا هنا التروية الناس اللي بيفيضوا من عرفات طبعا الحج عرفة والحج عرفة اللي هو الركن الثاني من أركان الحج اللي هو الناس ما ماشي مينة التروية من مكة بيمشوا مينة صح؟ من مكة بيمشي لمنى الأول شيء أيوه يمشي ده مشي من مكة ما هنا ده أهل الناس اللي أدوا العمرة يحرموا من داخل مكة للحج والقارنين والمفردين ديل طوال وصلوا مش ماسكين بإحرامه يتوجهوا لمنى هناك في منى طبعا بيبيتوا في منى مشي وصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتوا الصباح التاسع اللي هو يتحركوا لعرفات في بالقطر في واحدين بالبصات المسافة من عرف من منى عرفات حوالي 10 كيلومتر واحدين يمشي بكرعين لكن زحمة شديدة يمشي وصلوا عرفات والوقوف بعرف يبتدي من الزوال يبتدى لغاية غروب الشمس وهو الركن الثاني من أركان الحج ومن واجباته إنه لابد زول يدخل الشمس بعرف لو نزل قبل طلع من عرفة وغروب الشمس عليه هدي يطبع خروف عشان كده السعوديين ما بيخلوا زول يتحرك من لكن ما يصلي المغرب في عرفة ما يصلي في عرفة هي الأول ما كده صلى الظهر والعصر في عرفات العصرت الواطعة تجي البصات تجيب جنبه ونركب البصات ونوصي كل زول حاج يشيلوا كذاتين موي بتاع الصحة واحد يشرب منا واحد يتوضى منا قاعدين في البصات الشمس أول ما دخلت ما بصل المغرب في عرفات يتحركوا للمزدلف يجي في المزدلف هناك ينزل يبيته والمبيت يتحقق وضع الرحال لو صلوا المغرب والعشاء جمعي تأخير صلوا المغرب تمعي تأخير مع العشاء وكده ولقى في جمرات العقبة يكون بيته بعد كده يصبح الوطوين في منى يتحركوا لمطلوب من الحاجة المتمتع ثلاثة حاجات يتحرك من منى يمشي الجمرة الأولى يخليها الثانية يخليها الثالثة اللي جمرة العقبة يرميها بسبع حصايات وكان في زول وكل يرمي حقات وبعد كده يرمي حقات اليوم الأول اليوم الأول نعم ينزل من هناك يحلق شعر رأسه أو يقصر
يضبح الهدي بتاعه، الهدي اللي هي ور التمن للبنك الراجحي، البنك ده بيلم القريد وكله يشتري واخر كان يضبحوه ويسلخوه ويعبوه يسوي له بلد المسلمين مكان المشاكل افغانستان والصومال. اها بعد كده يرجع ليمنى خلاص فك الاحرام بتاعه لبس جلابيته ويمشي لمكه يطوف طواف الحج اللي هي الطواف بالبيت والسعي من الصلاه. سنعود ان شاء الله لبقيه اعمال الحج مع مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بصحبه شيخنا الدكتور محمد احمد حسن. ابقوا معنا مشاهدينا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا عن الحج وعن أركان الحج وعن أعمال أيام الحج وعن أنواع الحج أيضا، لكن خلينا نحن برضو نتحدث عن جزئية مهمة جدا يا شيخنا. أيوة. اللي هو نحن أول ما يدخل شهر ذي الحجة في العشرة الأيام الأولى في شهر ذي الحجة محتاجين فيها لبعض النصائح وبعض التفاصيل المتعلقة بفضل هذه الأيام. أيوة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذو الحجة. قال يا رسول الله ولن يجاهد في سبيل الله؟ قال ولن يجاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. يبقى الحديث بين لنا فضل العشر أيام من ذو الحجة، اليوم من واحد لقته اليوم العاشر. والعشر أيام دي ربنا حلب بها، قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هل في ذلك قسم لذي حجة؟ ده قسم. والفجر ربنا أقسم بالفجر اللي يقول على الفجر في دلالة على عظمة ربنا وقدرته وسعة علمه وحاطه. الليل يكون دامس بقت الكون كله، يجي الشمس تفجل الظلام الليل وتطلع الشمس، ما بيقدر على ذلك إلا الله جل جلاله. هذا ربنا أقسم بالفجر والفجر وليالي العشر. ليالي العشر من يوم واحد للحجة لغاية اليوم العاشر. والشفع اللي هو يوم العيد لأنه بيقبل الجسم على الاثنين، والوتر اللي يوم عرفة ما بيقبل الجسم على الاثنين. ربنا أقسم بالعشر أيام دي لأن الناس بيؤدي فيها معظم مناسك الحج والفجر وليالي العشر. يبقى الأيام دي مباركة زي ما شفنا في الحديث، العمل الصالح فيها حبة إلى الله تعالى، والعمل الصالح اللي نكتل من ذكر الله. الحجاج وصيناهم ونحن نوصي نفسنا ما مشينا الحج انه في الايام دي كتر من صيام التطوع. زول لو قدر صام العشر ما في مانع، ما قدر يصوم يوم عرفه ده ما يفوته لانه صام سنه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه قال يكفر السنه الماضيه والباقيه. رواه مسلم. يعني صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين، السنه اللي فاتت والجاي. وربنا عالم بالكان والماشوكو. وبعدك المقصود بالذنوب هنا الذنوب الصغائر، فلتات اليد، فلتات اللسان، فلتات العين، فلتات القلب. اما الذنوب الكبائر تكفر بالتوبه النصوحي. هذول كتر منها. وبعدين في عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. معنى الحديث يا مسلم أنت نويت يوم العيد تجيب خروف الضحية تضبحه تقربا إلى الله وقضاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يهي يوم واحد ذو الحجة يهل ما تحلق شعر ولا تقطع ظفور لغاية يوم العيد، بعد ما تضبح الخروف تحلق وتقطع. والعمل ده سنة ثواب. ما عملته ما عليش، عملته تاخذ ثواب. طيب بنرجع ثاني لموضوعنا ان شاء الله. معانا محمد من الجزيرة، مرحبا يا محمد. الو مرحبا يا محمد. معانا محمد من الجزيرة، يبدو انه فقدنا الاتصال بمحمد. نحن في كثير من الناس بنعتذر لهم لانه فعلا مرات الكلام بيكون متماسك مع بعض، بنحاول نكمل جمله الموضوع باعتبار انه موضوع لو حاولنا نقطع وندخل معكم في التلفونات بيكون
شوية خلينا بالحلقة، لكن معلش يا محمد إن شاء الله ترجع علينا مرة تانية. طيب نحن حقيقة الناس النابين زي ما قلت أنت قريت الحديث، فعلا نحن يعني ممكن نصوم منها جزء الأيام دي ولا كلها؟ ما تيسر صمت كلها ماشي، صمت يومين منها ماشي، صمت يوم عرفة بس ماشي، حسب استطاعتك. طيب من الأذكار، هل في أذكار معينة زول بيقولها في الأيام؟ لا يكتر من ذكر العتق من النار، اللي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، رواه البخاري ومسلم. يعني زول بيقول الذكر ده والذكر ده بياخذ منك أكثر من دقيقة. الامتيازات شنو؟ يتكتب لك سواب اللي قلت لك 4 أنفار مأسورين مدخلينهم سجن تحت الواطن 100 متر، ظلام دامس، اشتريتهم بحرمالة وسلموك ياهن. هاي قلت لهم امشي انت حر الى وجه الله. يا سلام، عظيم. طيب ناخذ معنا الطيب من ربك، مرحبا يا الطيب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا تفضل. هذا جرى ان مثلا حاجه يعني زي ماشي الحاجه يعني. ايوه. يلا بيجوا ناس يزوروا دول ويروسوا كده. ايوه. هذه في حاجه يعني في حرج اللي كده. بدوه هدايا يعني. بدوه هدايا بدوه قروش. ايوه قروش كويس. واحد شيخ مثلا قال لي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتصدقوا. يعني دار شوف الدروس دي زول امسكها ولا يصدق ده برضه. ايوه كويس. شكرا جزيلا، فعلا نبهتنا الطيب لنقطة مهمة جدا. قال زول يكون ماشي الحج بيجوه الناس بيزوروه بيدوه قروش. قال لك القروش دي يشيله هو ولا يمشي يصدق بيها؟ ايوه. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى مرة أعطاني عطاء فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل خذه فكل وتصدق. رواه مسلم. الحديث ده يبقى ده معناته كل مرة الرسول يدعو عمر يقول لا دي زول أفقر مني. مرة قال الثاني طعام والثالث قال لي خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل، يعني ما مديت إيدك ولا متطلع ولا عمل حركة، ودوك حلال عليك، أكل إذا محتاج لي أكل، ما محتاج لي صدق مني. أو أكل وصدق حلال عليه، يعني حلال غير سائل معناته زول ما يلمح. أنا ما مصاريف الحج قصرت معايا والمصاريف غالي يلمح للناس عشان يدو أو يمد ويسأل أو يعمل حركة تدل على أنه كلامه دا داير يدو، ما يعمل الحركة دي خالص. أي الحمد لله كل أمورك تمام، الحمد لله تمام. أي لكن ياك بعد ذاك زول ذاك هدية قبل الهدية، رسول قبل الهدية. ما قبل الهدية. نعم فيها تواصل فيها رحمة بين الناس. نعم. طيب ده خلينا نسأل سؤال تاني، اللي هو في ناس لما يمشوا الحج ما شاء الله يعني بيكتبوا في البيت برا حج مبرورا وسعيا مشكورا. لا ما في داعي للحياة دي خالص. أي ولا يوصي ولاده، ما تكتب طبعا بيكتب من ولاده. أيوه. أول شو أبوه جاي يقوم لما يكتب في الباب حج مبرور سعي مكفو، وبعدك يضبحوا الخروف يخد الدم في لا لا كله ده غلط. لا ما تكتب اي كتاب، ما داير انا ماشي حيل الله، ما داير شهره، ما داير شكر من الناس، انا داير الاجر من الله. معليش ممكن تجيبوا خروف تضبحوا كده لما يجوا فطور الاولاد الناس اللي بيجي يباركون الحاجه ويلقوا الفطور جاهز وفطروا ما في مانع. اذا عنده استطاع، ما عنده استطاع ما لازم. معليش ثاني نرجع لاخونا عبد الرحمن، مرحبا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم عثمان فضلي من القراصة. انت عثمان ولا عبد الرحمن؟ نعم ابو عبد الرحمن. اها. عندي سؤال للشيخ. ايوه. عندي اخوي توفى وعنده زوجته ما والد كلال. ما ولدت. ما ولدت عايز. اي. وعندنا اخواننا اولاد امهم. اخوانكم مرأة وراجل اولاد امكم؟ نعم.
اللي عندك اخوان من ابوه؟ عندكم اخوان من ابوه؟ ما عندنا متوفيين، كلهم اخوان من ابوه. اخوانك من ابوه كلهم ميتين؟ اي ربنا يرحمهم ان شاء الله. انا بس برايا وليهم الوريث يعني. ابوهم حي ولا ميت؟ هم ابوك وامك حيين؟ الميت ده المقدم المرحوم ده كلهم. الميت اللي هو اخوك طوالي شقيقك صح؟ اخوي آه يعني ابوك وامك يعني متوفين الاثنين كلهم متوفين. لا ابو المرحوم انا متطلع ويمكن هو ما هو اخو شقيقه طوالي شقيقه وشقيقه اي اخ ابوه وامه ميتين المرحوم وعنده زوجه ميتين عنده اخوان من ام وعندكم اخوان من امكم؟ عندنا اخوان من امنا راجل وراجل مره وراجل. طيب هسه عندي اخوان من ابوه؟ لا ما عندهم متوفين قال كلهم متوفين. اي خلاص يوقع الحاله ده ما دام الابو ميت والام ميته الزوجه حيه الزوجه تاخذ الربع بعدك الباقي داك الاخوان من الام ياخذوا التلت اذا قسم بيناتهم بالتساوي الباقي داك يمشي للاخوان من الابو بالتعصيب الاخوان ما فاهمين في ابناء الاخوان من الابو ياخذ الباقي ده بالتعصيب. يا هو كده وضحت لك يا عبد الرحمن ولا عندك سؤال ثاني؟ الو عبد الرحمن؟ خلاص عبد الرحمن فقدنا طلع من النايله. قال الجول ده المرحوم امه وابوه ميتين. بعدين عنده اخوه عنده قال هو عنده اخو شقيق. عنده اخو شقيق واحد اي. اي وعنده اخوان من الام. اي من الام اي. الاخوان من الام اذا موجودين حيين ياخذوا التلت يقسموا بيناتهم بالتساوي بيت قدر الولد. الاخوان من الام ياخذوا التلت. ايوه. الزوجه تاخذ الربع. الباقي ذاك ياخذ الاخو الشقيق اذا كان واحد او كان اثنين. واحد هو. اي اي. لا متى ما لكن شايفه قال الاخوان من اللي ابو ميتين ميتين اي طيب هو اخو شقيق كيف اخوان هو واحد هم اثنين حيين الباقيين كلهم ميتين ايوه خلاص هو ياخذ الباقي كله اي الاخو ياخذ الباقي بالتعصيب بالتعصيب بعد الاخوان من الام ياخذ التلت يقسمون بيناتهم بالتساوي والمراه بتاخذ الربع ايوه الباقي تاخذه بالتعصيب بياخذوا كله براوف. طيب نحن حقيقة بدينا حديثنا عن الحج في الإفراد يا شيخنا برضه قال لو شرح مفصل كده الإفراد معناته الزول يحرم بالحج يقول لبك بحجتي مع من ما كان الإحرام أول ما يوصل مكة يطوف طواف اسمه طواف القدوم وكان سعى يسعى بين الصفا والمروة أو يأخر السعي ليوم العيد لأن المفرد عنده طوافين وسعي واحد. أنا في الحالة دي طوال يلتزم أحرم بالحج وأدي أول ما يجي مكة أطب البيت طواف القدوم وبعدك يلتزم بإحرامه ده يصلي الركعات الخمسة في مكة ويصلي في المسجد الحرام بمية ألف صلاة ما يصلي في البيت يصلي في المسجد بمية ألف صلاة بعد ذاك يكون قاعد في مكة بإحرام لغاية يوم السابع أو الثامن من ذو الحجة بإحرام دي توجه لمنى من منى لعرفات من عرفات تاني يجي مزدلفة من مزدلفة يجي لمنى يوم العيد مطلوب منه حيتين اثنين بس رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير ما عليه ضبيحة خروج. أها بعد كده خلاص يتحلل من الحج يملك الإحرام يلبس جلابيته ويجي لمكة يطوف طواف الحج اللي هو طواف بالبيت سبع اشواط اللي هو طواف الافاضه اي اي طواف الافاضه بعدك اذا كان طاب بالبيت يوم جاء من مكه ما طاب يمشي ما ساعة يمشي يا ساعة رجع ثاني لمكه يبيت يصبح اليوم الثاني يرمي الجمرات الثلاث كل الحجاج اليوم الثالث الجمرات الثلاث تتعجل في اليوم الثالث جاء مكه اهلا وسهلا قاعد اليوم الرابع يرمي لكن الزول المفرد ده من ما اليوم الثالث رمي جمرات الثلاث يجي بسرعة لمكة لأنه عليه العمرة هو ودع الحج مفرد طوال يدخل ما شق النازل فيها يستحمى ويلبس هدوم المحرام ويتوضأ ويركب تاكسي يمشي التنعيم التنعيم مسجد داخل مكة يصلي ركعتين اللهم إني نويت سنة العمرة لبيك بعمرتين طوال التاكسي راجع برا يركب التاكسي والدين الحرام يطوف بالبيت طواف العمره ويسعى بين الصفا والمروه ويحلق قصر يكون ادى العمره وده لابد شنو لربيعه العيد ليه؟ لانه قاعد لغايه خامسه العيد ناس بيحتت الحي يوم ربيعه العيد كوكب يخبط الباب السلام عليكم يا حجاج ان شاء الله ربنا يقبل حج يكون حج مبروك يا اخواننا العماره دي عقد الايجار بتاعي ينتهي النهارده يوم بكره يوم الخامس اي ده تجيكم البصات توديكم لجده في الحاله دي يمشي طوف طواف الوداع
بجلابيته وتركب تمشي. عشان كده انا بقول المفرد ده يسرع يؤدي العمره، لانه قاعد لغايه يوم الخامس ما حيلقى فرصه. سبحان الله. طيب نحن حقيقه معنا اخونا محمد اسماعيل، هو موفد لقناه الشروق في الحج مع اخونا حاتم. ارسل لي هنا رساله فيها كم سؤال، لكن سؤال مهم جدا. قال: ما هو حكم الحاج الذي يجد وقيعه في الارض او اي مكان اثناء فتره الحج؟ مثلا وجد مال او اغراض شخص اخر، كيف يتعامل معها؟ ايوه، هنا اتفق العلماء، ورد في الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لقطه الحاج، نهى عن لقطه الحاج. اللقطه معناته تشيل تلقى واقع في الوطن ترفع تشيله، لقيت قروش، لقيت ذهب، لقيت اي شيء ما تقرب عليه خالص خليه، انت محرم بالحج. كل ولا تودي الامانات ولا تودي الامانات. هو طبعا الناس البحر المسا ناس البسا ناس السعوديين ما ان شاء الله بيقوموا بيشرفوا على مناسك الحج، لو حي وقع في الوطن يشيلوه، يمشي يبلوا على بطريقتهم مع ذاك صاحب الدايه، انت ماشي لك جد خالص. طيب. نعم معلش، معنا شادي، اخذنا عليك الوقت كثير يا شادي من الشماليه. مرحبا يا شاديه. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. شيخنا عندي سؤالين. نعم الشيخ يسمعك الآن. دنا قريبنا داير له واحدة في حاجة الزواج، أمه هي ما موافقة. أمه ما موافقة، قالت له ما عارف يعني، هو عمل لأمه الحاجة اللي هي دايراها برضه في أمان واحد، هو داير يعني الحاجة اللي هو اختار أول. أيوة برضه قالت له ما عارف يعني. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للنصح الأب، بالنسبه لشنو؟ يعني انت تشوف ابوك ده ماشي في طريق الحاجه غلط، يعني في طريق جرم، ما تقدر يعني انك يعني تنصحه. السؤال الاخير ده ثاني يا شاديه مره ثانيه. الاب هاي ماله؟ يعني انت بتشوف هو يعني هو ظالم بظلم اولاده الثاني او حاجه بالشكل ده، يعني تصرفاته ما تمام، يعني بيشوف مثلا اولاده الثاني بين ظلم وهنا، يعني ما حتقدر تنصحه. ايوه يعني ما تقدر تنصحي ابوك يعني. هاي. ايوه جدا جدا. طيب شكرا جزيلا يا شاديه. احنا ناخذ اسئله شاديه دي سريع كده. قالت في زول داير له واحده وامه قالت له انا ما ارضي يعني منك لو عرست البيت دي. ما عارف منك. ايوه ما عارف منك. أيوة. ما داير البيت دي هي، هو دايره. هو دايره وهي ما دايره. يقعد يفتش في البيت دي، ما لا امي رفضت لي. هل عندها عيب؟ هل اسرتها كده؟ هل هي كده وسلوكها كده؟ لو لقى فعلا بدي يعني كلامه مقنع يستحي منها بشيش وخلاص يخليها اسمع كلامه. اما فتش لقى بدي ما عنده اي عيب، هو سال اخواته واخوانه، واخوانه لقى بدي ما في اي عيب واهل الناس طيبين، بس الام شويه ما باها. اي في الحاله دي يقعد يحنس امه ويحنسها، ويقعد في الواطي يحنسها ويحنسها، وكان داير قروش يديها دار هديه يجيب لها يحنسها. اها رفضت جد يمشي لخالاته، يا خالاتي البد ما عنده عوج، ناس طيبين وزولة متدين وكذا، لكن من رافع ما تيته وليه وسط خير تهدوها لي. يجي خالاتي يحنسوها ويحنسوها ويحنسوها إن شاء الله ترد. الخالات برضو فشلة. أها في الحالة دي برضو يرتع تاني يحنسها ويحنسها ويحنسها. أصرت اللوم قالت الروب في الحال دي خليها. ما يسويها. نعم. لأن طاعة الوالدين في الحتة دي واجبة. لأنه لسه ما تم العقد. تكون ما واجبه بيتين في حاله تم العقد، والام قالت الولد اذا ما طلقت البيت ما اعرف انك، ما يطلقها في الحاله دي لان العقد تم عقد مقدس. هي بتقول له ما من حقها تفسخ العقد ده. اي لكن لسه العقد ما تم فتره مبدئيه لسه. نعم نعم. طيب برضو عندها سؤال ثاني، قالت لو الابو يعني تصرفاته ما تمام، بيشوفوا الاولاد يعني وما بكونوا راضيين لكن ما بيقدر ينصحوه، العمل شنو؟ شايفين ابوهم بيعمل تصرفات كده ما تمام. ايوه في الحاله دي ممكن تم تكلم عمامه، واحد من عمامه الناس العاقلين، يا عمي الحقيقه تصرفوا ده كده ما عجبانا وتضر في دينه ودنياه وسمعته، حاجات كده يصير بيني وبينك، بس ما تكلم ابوي ان انا ما تكلمته. في الحاله دي العمي ينصح. اي واذا طيب. كان ابوها بيقبل النصيحه تنصح مباشره، خافت انه ابوي يقوم ينهرها فعلتك يا تركتك كما جاء اخر الزمن بناته ويعظونه هرشه. في الحاله دي ما تكلم، تبي تكلم عمامه. اي طيب سؤال الاخير من اخونا محمد اسماعيل من الاراضي المقدسه، ان شاء الله ربنا يتقبل منهم يعني حجهم. قال احد الحجاج بيسال عن اهميه رمل الجمرات في ايام التشريق الاربعة، اي الجمرات هل هي اهم وهل من الضروري ان يمكث الحاج في ميناء اربع ايام؟ لازم يكون قاعدين في الاربع ايام دي؟ لا ما اربع ايام، ما هو يوم العيد
يوم التشريق يوم العيد اللي هو لما اصبح في من المزدلفه مشى لمنى اول طلع فجر العيد طلع ما عليه هو يرمي جمره العقبه يرمي جمره العقبه كان داير اخر طواف الافاضه لغايه ما ينتهي من الجمرات الثلاثه ما في مانع او قال امشي امشي انا ادي فريضه الحج اللي طواف الافاضه والسعي واجي راجع لمنى يجي راجع يوم العيد يصبح ثاني يوم العيد اللي هو اول يوم في التشريق اي ده يوم التشريق ثاني يوم العيد يمشي يرمي جمرات الثلاثه ثاني بيت في منى والمبيت في منى في الحاله دي واجب لو تركوا عليها هدي ضبيحة خروف ما عنده حق الخروف يصوم ثلاث يوم في الحج وسبعه لما يجي على السودان يصبح اليوم الثالث للعيد يمشي يرمي جمرات الثلاثه خلاص اذا دار يعجل قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه يوم الثالث يمشي يرمك دار يقعد اليوم الرابع يبقى لازم يرمي جمرات الثلاثه ثاني يبقى في الحاله دي من استعجل عليه دار يقعد اليوم الرابع عليك نعم ان شاء الله ربنا يتقبل من الحجاج جميعا ودعواتكم لنا يا اخوه الحجاج اللي بيشاهدون الان ان شاء الله ربنا يتقبل منكم حجكم هذا وادعو لنا ولشيخنا ولكل العاملين في قناه الشروق ولكل السودان ان يحفظ الله سبحانه وتعالى السودان وان يجعل الخير في حكامه ان شاء الله نشكرك شيخنا الجليل الله يبارك فيك نشكرك شكرا جزيلا جدا ونتمنى ان نلتقي بكم مشاهدينا مره اخرى في حلقه من برنامج فتاوى الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته